يقول الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. فاليوم الواحد من الصيام سيكون ثوابه أعلى مع التفكر. الركعة الواحدة في الصلاة مع التفكر والخشوع ستتفوق على كثير من ركعات. يقول ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة كاملة بلا قلب. سأل رجل أم الدرداء، هي زوجة الصحابي الجليل أبو الدرداء، سألها بعد موته عن عبادته، ما هي عبادته؟ فقالت: كان نهاره أجمع في التفكر، يجلس ويتأمل ويتفكر، لأنهم يعرفون قيمتها عند الله. يقول عمر بن عبد العزيز: التفكر في نعم الله من أفضل العبادة. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه. عندما يتأمل العبد في مخلوقات الله يزداد إيمانه ويتقرب أكثر إلى خالقه، ومما يعين على ذلك الخلوة بالنفس في مكان مفتوح، ولا أفضل من استغلال التواجد في البر والتخييم في الصحراء للتأمل. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات لأولي الألباب. آيات لأولي الألباب. كثير من الناس إذا سألته عن أفضل العبادات فإنه ينظر إلى صدقة أو صيام، إلى بعض الركعات، ولا يخطر بباله نوع آخر من العبادة هي التفكر. المفاجأة يوم القيامة أنه سيجد هذه العبادة تفكر قد تفوقت على كثير من الأعمال الظاهرة التي كان يعتمد الإنسان عليها لكي ينجو يوم القيامة. فإن الأعمال الصالحة تتفاضل بحسب ما يحبه الله أكثر، لا بحسب ما نراه نحن أفضل. المسألة ليست بالتعب فقط ولا بالكثرة فقط، بل بالأفضلية. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لاحظ إنه سبحانه ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبينهما فرق. وعلى هذا فسوف يكتشف الإنسان في الآخرة أن كثيرا من الأعمال التي كنا نهتم بها كثيرا كانت أثقل في الميزان من غيرها، سبحان الله. ومنها التفكر. يقول الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. بل قد ثبت عن بعض العلماء أنه قال: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة، سبحان الله. هكذا كان يعيش الصالحون سابقا حياتهم. سأل رجل أم الدرداء، هي زوجة الصحابي الجليل أبو الدرداء، سألها بعد موته عن عبادته، ما هي عبادته؟ فقالت: كان نهاره أجمع في التفكر، يجلس ويتأمل ويتفكر، لأنهم يعرفون قيمتها عند الله. يقول عمر بن عبد العزيز: التفكر في نعم الله من أفضل العبادة. أنا عندي لك اقتراح، اجمع بين الحسنين، حاول أن تتعبد وأن تتفكر أيضا في نفس الوقت، عندها سترتفع قيمة العبادة الواحدة في رصيدك. فاليوم الواحد من الصيام سيكون ثوابه أعلى مع التفكر. الركعة الواحدة في الصلاة مع التفكر والخشوع ستتفوق على كثير من ركعات. يقول ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة كاملة بلا قلب. فإذا كنت ستفعل العبادة ستفعلها، فلماذا تجعلها تمر عليك بلا تفكر؟ خسارة هذه، والله خسارة. فاجمع بين قلبك وجسدك وسيرتفع رصيدك عند ربك. باختصار، باختصار، جرب التفكر، ويمكنك أن تبدأ من الآن. نعم،
بعد ثواني معدودة سيظهر شريط نهاية حلقتنا هذه، سيظهر، لا تعب به، اتركه واخفض صوت التلفاز، وإن استطعت فأغلقه وتأمل تأملا إيجابيا بما تشاء. جاء رجل لابن عباس قال: يا ابن عباس، إني لأقرأ القرآن في ثلاث أيام، في ثلاثة أيام. قال ابن عباس: والله لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأتلوها وأتفكر فيها خير لي من أن أتلو كما تتلو. وكان حال السلف على ذلك. يقول الحسن: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها وينفذونها بالنهار. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.